عمان ملكية صادقة مطلقة في القرن الحادي والعشرين. لا يمكن للكلمات المكتوبة أن تعبر عما ينوي اللسان نطقها باستثناء جزء بسيط منها. لا يستطيع اللسان التعبير عما ينوي القلب الإفصاحة باستثناء جزء بسيط منها. لا يمكن للقلب التعبير عما ينوي الدماغ اكتشافه باستثناء جزء بسيط منها. لا يستطيع الدماغ التعبير عما ينوي الروح الكشف عنه باستثناء جزء بسيط منه. يظل الروح هو المسيطر الأساسي الذي يتحكم في كل جزء من الجسم بما في ذلك الجهاز العصبي بأكمله. جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد طيب الله ثراه، صاحب أطول حكم في العالم العربي، حكم سلطنة عمان لمدة 50 عاما ابتداء من 23 من يوليو عام 1970، فأخرج عمان من ظلام دامس حيث كان منذ تلك الوقت يشهد العديد من دول العالم حضارات متقدمة في مجالات العلوم والتعليم والتقدم التكنولوجي والثورة الصناعية وفي العديد من المجالات الأخرى في القرن الحادي والعشرين. قبل عام 1970 احتل العمانيون كواحد من أعظم بحارة في بناء السفن الخشبية في العالم هذا الامتياز لتصدير اللبان وإبرام صفقات تجارية مع العالم، وبهذا بدأ عدد كبير منهم يبحثون عن حياة أفضل خارج البلاد، فعبروا من بحر العرب إلى المحيط الهندي في الشمال حتى الصين، حيث ميناء مدينة جوادار في بلوشستان بباكستان كان الملك الخارجي لعمان لأكثر من 170 سنة، والمحيط الهادي في الجنوب حتى شرق أفريقيا، حيث حكمت عمان جزر زنجبار لمئة عام. وفي الغرب عبر المحيط الأطلسي، وصلت سفنها إلى أوروبا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1840 أصبحت عمان أول دولة عربية تفتح علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، عاش المواطنون العمانيون حياة مظلمة حيث لم توجد مدارس ثانوية ومستشفى واحد فقط وعشر كيلومترات من الطرق المعبدة. قام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله بتحويل سلطنة عمان إلى دولة عصرية وبناء علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية مع جميع دول الخليج العربي والدول العربية والعالم بأسره. إنني ولدت شخصيا وأمضيت معظم طفولتي في أفريقيا حيث كان جدنا من بين ضحايا العمانيين الذين لم يتمكنوا على تحمل حقبة عصر عمان المظلمة. بعد عام 1970 أخبرنا والدنا بدعوة سلطنة عمان الجديد، كان يدعو كل مواطن عماني العودة إلى بلده للإسهام في بناء النهضة المباركة. سلطنة عمان بداخلها المحدود كإجمالي الناتج المحلي الرئيسي من إنتاج النفط الذي لا يتجاوز 1,000,000 برميل من النفط يوميا، ولكن بفضل الله وبخطة ورؤية جيدة
ومناسبة التي رسخها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، حققت عمان اليوم تطورات رائعة في جميع القطاعات. أخيرا إسهامنا لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله، فإنني أعلن شخصيا أن تعيد عمان كإحدى أكثر الأنظمة السياسية المتقدمة نجاحا وحصرية، التي جمعت بين أفضل سياسات من الديمقراطية والملكية. يا لها من دولة رائعة، أقدم دولة مستقلة في العالم العربي، كما في 11 من يناير من عام 2020 بعد وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله، حول قيادته لدستور البلاد الذي تركها في نقل السلطة. إنني شخصيا على اليقين أن إجمالي الوقت الذي استغرق منذ الإعلان الرسمي عن نبأ وفاة سلطان البلاد حتى ترشيح خليفه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله، وأخيرا لإكمال تشييع مراسم الدفن لجلالة السلطان قابوس رحمه الله، كما شاهدت شخصيا على الهواء مباشرة في بضعة ساعات معدودة، ليس فقط أضافت لمسة أخرى لسلطنة عمان كواحدة من أكثر الدول في الحكم الملكي تتمتع بديمقراطية حصرية في العالم، بالإضافة إلى كونها كواحدة من القادة والشعوب الأكثر احتراما، إضافة ما أنجزتها سلطنة عمان في أعلى صفوف الدول في العالم، والتي تحافظ على علاقات وطيدة مع جميع دول العالم تنعم بالسلام والاستقرار والبيئة النظيفة ومجتمع منفتح بثقافات متعددة. إننا نشيد بشدة ومن عمق قلوبنا وحبنا وتقديرنا الكامل لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد على خطابه التاريخي لمواصلة مع رؤية صاحب الجلالة السلطان قابوس في نفس الاتجاه وسياسات للحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وحل الخلافات بالطرق السلمية والإسهام في دفع مسيرة التعاون مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأمن لشعوب المنطقة والتعاون مع زعماء الدول العربية والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي واحترام ميثاق الأمم المتحدة على تحقيق السلم والأمن الدوليين وبناء العلاقات مع جميع دول العالم بعلاقات صداقة والتعاون. رحم الله والدنا قابوس وأسكنه فسيح جناته، وحفظ الله عمان وشعبها بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه وأيده بالنصر.